السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول الآن الفصل الخامس المتعلق بالتوظيف. نبدأ أولا بمفهوم التوظيف، فهو العملية التي تختص باكتساب العناصر البشرية اللازمة لشغل الوظائف، اختيار أفضل هذه العناصر وفقا لمواصفات شغل الوظيفة، ثم تعيينها في الوظائف التي تتناسب مع قدراتها ورغباتها. هذا التوظيف يمر بمجموعة من المراحل، بتبدأ بمرحلة الاستقطاب، الاختيار، التعيين، التهيئة والإعداد. نبدأ بمرحلة الاستقطاب، وهي تتولى عمليات البحث والتنقيب عن العناصر البشرية اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، سواء من داخل المنظمة أو خارجها. فعالية هذه المرحلة بتتوقف على قدرة المنظمة على جذب عدد كافي من المتقدمين لشغل الوظائف، وأيضا قدرتها على تحديد وتقييم أفضل هذه المصادر للحصول على العدد المطلوب. المرحلة دي بتتعلق مصادرها بنوعين من المصادر: المصادر الداخلية، إما بالنقل الداخلي بين الإدارات، أو الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى لشغل وظيفة قيادية شاغرة، أو بالإعلان الداخلي، بمعنى نقوم بإعلان عن وظائف شاغرة يتقدم لها الموظفون داخل المنظمة، وأيضا ممكن مجاملة وعرفانا بالجميل أبناء وأقارب العاملين، بس إذا ما توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. المصادر الخارجية: الإعلان الخارجي من خلال الصحف القومية أو الويب سايتس، أو نعتمد على وكالات توظيف متخصصة، أو الاتصال بالجامعات والمعاهد للحصول على أفضل الخريجين، أو بالنسبة للعمالة الفنية والحرفية يمكن الاعتماد على النقابات المهنية. المرحلة الثانية مرحلة الاختيار، التي تتولى انتقاء أفضل العناصر البشرية بما يتوافق مع مواصفات شغل الوظائف الواردة في بطاقة الوصف. نريد أن ننوه أن هناك فروق جوهرية بين مرحلة الاستقطاب ومرحلة الاختيار، حيث تقوم مرحلة الاختيار بتصفية أو الفلترايزيشن للمتقدمين لشغل الوظائف للوصول إلى أفضل العناصر البشرية المتقدمة. إذن هذا الاختيار يمر بمجموعة من المراحل: استيفاء طلب التوظف، اختبارات التوظف، المقابلات الشخصية، الفحص الطبي، وقد يتمخض عن كل خطوة من هذه الخطوات قبول فننتقل إلى المرحلة اللاحقة، أو احتمالات الرفض إذا ما كان المتقدم لشغل الوظيفة غير مستوفي لشروط النجاح في كل خطوة من هذه الخطوات. طلب التوظف يتضمن مجموعة من البيانات الشخصية زي ما هو قدامنا واضح. أما فيما يتعلق بالاختبارات فيكشف عن مدى صلاحية المتقدمين لشغل الوظائف في الشغل. أريد أن أنوه أنها وسيلة تنبؤية، يعني بتتنبأ باحتمالات نجاح شغل الفرد للوظيفة. لكي نتثبت من هذا النجاح بنجري مقابلة شخصية، الحكم فيها على خصائص شخصية الإنسان من حيث المظهر، السلوك، نبرات الصوت، وأنماط سلوكه. وهذا أمر بيبقى مطلوب في بعض الوظائف التي تتطلب التعامل مع العملاء من حيث ردود الأفعال، الثبات الانفعالي، التوازن النفسي. بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، وهي كانت مرحلة روتينية ولكنها في الوقت الحالي أصبحت مرحلة حيوية يتثبت من خلالها صلاحية الفرد لشغل الوظيفة. ونحن نعيش الآن في عصر الأوبئة، وكما نشاهد أمر مهم جدا أن ننتقي أفضل عناصر من حيث اللياقة الطبية. في بقى المرحلة الأخرانية اللي هي مرحلة التعليم، التي تتولى توجيه الفرد إلى الوظيفة في إدارته وإعداده لشغل الوظيفة من خلال المرحلة التي يتم فيها التهيئة والإعداد. بس قبل أن يتم هذا الإعداد هناك قضية سبق أن طرحناها: من يتخذ قرار التعيين؟ هل الموارد البشرية أم الإدارة الطالبة أم رئيس المؤسسة؟ سبق أن قلنا في الفصل الأولاني أن إدارة الموارد البشرية إدارة استشارية لا تملك سلطة اتخاذ القرارات، وبالتالي هي بتختص في التوظيف بالنواحي الإجرائية والعمليات الإدارية، وتترك هذا القرار لمدير الإدارة الطالبة، ثم يعتمد هذا القرار من رئيس المعهد.
يلي بعد ذلك كما قلنا مرحلة توجيه الفرد، وهي بنسميها الأورينتيشن، لتوجيهه إلى الوظيفة وسرعة تكيفه مع الوظيفة التي يؤديها. نأتي إلى الفصل المتعلق بالتدريب والتدريب، نتكلم عليه من خلال منظومة التدريب التي تتكون من مكونات أساسية، المدخلات اللي هي أهداف المنظمة، بيانات عن الموقف الحالي للعمالة، الإمكانيات التدريبية المتاحة، مستوى التكنولوجي، وقوانين ورائح العمل المنظمة للتشغيل. العمليات التي تتضمنها هذه المنظومة نلاحظ من ضمنها أهم عملية اللي هي التدريب وتنمية الموارد البشرية، وكما عرضنا في الفصل الأولاني هناك هذه المنظومة. أنا بعرض المنظومة دي لكي أؤكد أن التدريب إحدى العمليات الحيوية في منظومة الموارد البشرية. إذا نأتي بعد ذلك إلى منظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية، هي منظومة فرعية بتختص بتحديد وتقديم كافة المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للعاملين لأداء عملهم بأكثر الطرق فعالية. طالما أنها منظومة، إذا سوف تتحدد مكوناتها كما قلنا بمدخلات وعمليات تشغيلية وأيضا مخرجات. المدخلات بيانات عن الموقف الحالي، معدلات الأداء المحققة، الخطط الإنتاجية المطلوب تحقيقها، مشكلات واختناقات ونقاط الضعف، توصيف الوظائف وتقارير تقييم الأداء. كل ده بقى بندخله في مجموعة من العمليات، تحديد الاحتياجات التدريبية للوظيفة وللموظف، تصميم البرامج، حصر الإمكانيات، وضع خطة التدريب، تنفيذ الخطة. يتمخض عن ذلك نتائج برامج تدريبية معدل الاستخدام، وأفراد وقد تم إكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة. هذه العملية مطلوب لها فيها متابعة وتقييم وعوامل بيئة خارجية. إذا نلقي الضوء على متابعة التدريب، هي المتابعة نقول كده هو عملية مستمرة دورية بنهدف منها إن خطة التدريب والبرامج التدريبية بتسير بنجاح بدون انحراف مع التدخل أثناء التنفيذ لإزالة أي معوقات. تقييم التدريب بعرف منه مدى نجاح الخطة والبرامج التدريبية في نهاية تنفيذها، وإبراز نواحي القوة لتدعيمها ونواحي الضعف لعلاجها أو محاولة تفاديها مستقبلا. إذا هذا التقييم بيساعدني في الإجابة على مجموعة من القضايا. هل هناك عائد من الإنفاق على التدريب؟ طب إيه التحسينات والتطورات اللي نقدر ندخلها؟ وهل التدريب دوت علاج لكل مشاكلنا أم أن هناك أساليب وأدوات أخرى للعلاج؟ قلنا من ضمن المنظومة عوامل بيئية مؤثرة، منها داخلية، الموازنة المتاحة، التسهيلات المادية، قاعات التدريب، الأساليب ووسائل الإيضاح. التوقيت المناسب لتنفيذ البرنامج التدريبي عامل مهم جدا في نجاح البرنامج، ومدى توافر المواد العلمية والتدريبية. أما العوامل البيئية الخارجية فبتتمثل مدى توافر مراكز وشركات تدريب متخصصة أقدر أعتمد عليها موجودة في البيئة الخارجية، وعوامل اقتصادية بنحدد من خلالها الموازنة المتاحة، وعوامل ثقافية داعمة لعملية التدريبية. نأتي الآن إلى منظومة مهمة جدا، وهي منظومة الاحتياجات التدريبية التي تبدأ أنه لا معنى لأي نشاط تدريبي نقوم به ما لم يكن هناك احتياج حقيقي له. إذا هذه المنظومة تتعلق بمجموعة من التغييرات والتطويرات المطلوب إحداثها في معارف ومهارات العاملين، إما بهدف رفع مستوى الأداء أو التغلب على المشاكل التي تعرقل سير العمل والإنتاج. هذه المنظومة إذا طالما أنها الاحتياجات التدريبية منظومة يبقى ليها مدخلات. كل المدخلات اللي قدامنا دي ليها عمليات، تحليل التنظيم، تحليل الوظيفة، تحليل الفرد، ومخرجات برامج تدريبية بكافة أنواعها وعوامل بيئة داخلية وخارجية. دايما بنركز على عمليات تحديد الاحتياجات التدريبية كما تظهر أمامنا الآن هذه العمليات. في تحليل التنظيم بحلل الهيكل عشان نشوف أي تغيرات ممكن تحصل عليه، إما بإلغاء وظائف أو بدمج وظائف أو إنشاء وحدات تنظيمية جديدة. طب ما فيش أي تغييرات ممكن تحصل في الهيكل، فبنعمل تحليل للمناخ التنظيمي فبنقيس معدلات شكاوى العملاء، معدلات شكاوى الموظفين، معدلات ترك العمل، الغياب والتأخير، والحالة المعنوية للعاملين.
تحليل الوظيفة بعمل فيها مقارنة بين مسؤوليات الوظيفة وقدرات ومعارف الفرد الذي يؤديه. عندما نجري هذه المقارنة بنجد هناك فجوة بينهما، يتولى تحليل الوظيفة سد هذه الفجوة من خلال برامج تدريبية مقترحة. تحليل الفرد ده بيتم من خلال نتائج تقييم الأداء وملاحظات رؤساء المباشرين، أو والله وجهة نظر الموظف في أدائه. أكتر واحد يقدر يشخص نقاط ضعف أدائه هو الفرد ذاته. إيه عوامل البيئة المؤثرة على هذه المنظومة؟ مدى توافر الخبراء المتخصصون في تحديد الاحتياجات، الموازنة طبعا المتاحة، الأساليب التكنولوجية التي نستخدمها أو نتوقع استخدامها والتي في ضوءها هنحدد احتياجات تدريبية، خطط مسارات وظيفية للعاملين، إما بالنقل يتطلب ترقية، فما بالك بالترقية إلى وظيفة أعلى يتطلب أيضا تدريب. عوامل البيئة الخارجية اللي هي العوامل الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، القانونية والعوامل التكنولوجية. أنا ما بجري هذه المتابعة والتقييم لأهداف: التأكد من نجاح التدريب في تحقيق أهدافه، التأكد من نجاح التدريب في إكساب المتدربين المعارف والمهارات، الوقوف على مدى نجاح البرنامج التدريبي في رفع مستوى الأداء، وأخيرا برضو بقيم مستوى وكفاءة المدربين في العملية التدريبية. عشان أقيم وأتابع العملية دي ليها جوانب: انطباعات، تعلم، تطور في الأداء وقيم النتائج. في الانطباعات أنا بقيس مشاعر وردود أفعال ومدى تقبل المتدربين للبرنامج التدريبي. يعني لا نهتم في هذا البعد التقييمي بأي معارف تم اكتسابها أو أي مهارات تم تنميتها. كل اللي يهمني أقيس مشاعر وعواطف وانفعالات والقبول النفسي للبرنامج التدريبي من خلاله. بقيم مدى قبول المتدربين للمادة العلمية، أساليب التدريب، موعد وتوقيت التنفيذ، مكان التنفيذ والتسهيلات المقدمة. يفضل طبعا لكل بند أن يكون له وزن أو درجة كمية يقيم على أساسها، وعدم ذكر المتدرب لإسمه ضمانا للحيادية، ونعمل تقييم يومي لهذه الانطباعات قبل إعداد التقييم النهائي. وإذا كان لهذا البرنامج منسق يفضل برضو أن احنا نشوف أو نتثبت ونقيم انطباعاته عن مدى سير البرنامج. هنا بقى في تقييم التعلم، هنا بقى بنقيس ايه؟ المعارف التي تم اكتسابها والمهارات التي تم تنميتها. طب ايه الطريقة؟ ممكن عن طريق الاختبارات، وهذه الاختبارات دي وصف كمي لمدى تحصيل الفرد للمعارف واكتسابه المهارات المطلوبة. بقيم التطور في الأداء عن طريق أن بقارن أداء الفرد قبل التدريب وبعد التدريب من وجهة نظره هو نفسه، وجهة نظر رئيسه المباشر، وجهة نظر أيضا زملائه. أما النتائج بقى، ما هي النتائج التي حققها التدريب من حيث الإنتاجية، التكلفة، معدلات الحوادث كما نرى قدام؟ في بقى قضية بحب دايما أطرحها، إن يجب أن أقيس هذه المؤشرات قبل وبعد البرنامج التدريب. بس في سؤال بقى، هل يمكن أن أرجع تحسن هذه النتائج للتدريب وحده؟ بمعنى آخر، السؤال المطروح: هل التدريب معه عصا موسى أو العصا السحرية اللي هي فيها علاج لكل مشاكل الأداء؟ أما هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها لعلاج المشاكل التي توجد؟